ما الأشياء والأدوات التي يوجد منها الكثير في بيتك؟ حسن، شنو الأشياء والأدوات التي يوجد منها الكثير في بيتك؟ كثير هواي، أقداح الشاي أو القلاصات واحدة، أقداح الشاي. نعم، موجود الكؤوس والأكواب موجودة وبكثرة. وأنت شو تقول أخ ياسر؟ نقول الأثاث بصورة عامة. نقول الأثاث، الأثاث موجود بكثرة. نعم موجود، وهو أقل من الاحتمال. أنت تقرر مع من نلعب، معكم أم معهم؟ عندي إلهم. يلا تفضل. إذن أهلا وسهلا بالأخ حسن وألبو عباس. ألبو عباس، سألنا 100 عراقي، أخت غادة، ما الأشياء والأدوات التي يوجد منها الكثير في بيتك؟ التلفزيون. التلفزيون خطأ كثير، يعني لربما واحد ممكن موجود بأكثر من غرفة. إيه بس يعني جد 2 3 4 مو مثل الكؤوس والأكواب والأثاث، يعني وأكو ناس ما عنده. احنا مو ايضا نفكر مثل ما يفكر العراقيين، ناس انهم يعني جو واحد عنده 1 أو 2. ومها ممكن ادوات الطعام، الملاعق، الشوك. الملاعق والاشواك، نعم هذا موجود. واخطاها، ما الاشياء والادوات التي يوجد منها الكثير في بيتك؟ الملابس. الملابس، نعم، وهذا أيضا موجود. وخلنا نشوف الأخ ياسر. ياسر، ما الأشياء والأدوات التي يوجد منها الكثير في بيتك؟ صحون. الصحون، وهو أقوى احتمال لأنه هذا من الأشياء المهمة. وأخذ غادة مرة أخرى. الجدر. الجدر، القدور، الطناجر. الطناجر، جدر، نعم موجود. 4، ليش تركون الناس بعد؟ لازم تكون موجودة بأعداد كثيرة. وأخت مها، ممكن الصواني. الصواني، الصواني هذا خطأ ثاني، ممكن موجود لكنه ما أجاب الاحتمالات. واحد عنده في 10 صواني مثلا، بس هي أيضا مو مثل الطناجر أو الصحون. من حقكم، من حقكم أن تفكرون باحتمال واحد. وخلي نشوف الأخطاها، ما الأشياء والأدوات التي يوجد منها الكثير في بيتك؟ الأجهزة الكهربائية. الأجهزة الكهربائية أيضا خطأ. الأجهزة الكهربائية من نحدد، يعني قال تلفزيون، ما موجود تلفزيون، وتقول غسالة، غسالة واحدة أو غسالتين، أشياء كثيرة هي هاي اللي قلناها طلعت. قدور، الملابس، الفرش، الكؤوس، الكراسي، صحون. وسبتي لبنى، لبنى سألنا 100 عراقي، ما الأشياء والأدوات التي يوجد منها الكثير في بيتك؟ المصابيح والإضاءة. الإضاءة، المصابيح، نفس الشيء، المصابيح الكهربائية. المصابيح والإضاءة الكهربائية، مصابيح الإضاءة، المصابيح والإضاءة الكهربائية، ثلاثتهم أنت. المصابيح والإضاءة الكهربائية، المصابيح والإضاءة الكهربائية موجود